كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين الكرام، مستمعي الشرق الأوسط، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعكم عمرو الليسي وكلمة ونص. النهاردة كلمني أحد علمائنا من الخبراء وألحف طلبي وقال لي أنه سمعني وأنا بتكلم عن أهمية أن يكون في أماكن للأوتوبيسات والنقل العام، وقال لي أنت عارف أن كل دول العالم مش بس ممنوع حد يركن في مكان أوتوبيسات النقل العام أو النقل الجماعي، ده كمان مخصصين حارات كاملة في اليمين للنقل العام ممنوع تمشي فيها أي مواصلات تانية، وحتى بعض الدول بتخصص حارات للعجل والموتوسيكلات. سألته بس شوارعها وزحمة، رد علي وقال لي بالعكس، ده في دول كتيرة جدا شوارعها أصغر من عندنا، ومع ذلك نجحت تنظم المرور وتخصص حارات للنقل الجماعي وللنقل العام. ولاحظ ان تحضر اي دولة يقاس بالنقل والنظافة، واحنا مش صعب نحل المشكلة دي بالنظام، ودي تجارب في كل مكان في العالم، ولان مشكلة المرور والزحمة مش هيحلوها الا باماكن مخصصة للاتوبيس والنقل الجماعي، والله كمان وياريت الميكروباص عشان ما يقفش نص السكة. وعشان كده لازم نخصص حارة في يمين الطريق للنقل العام، لان في هذه الحالة النقل العام هيكون اقل تضرر من باقي الطرق واسرع، وبالتالي الناس تتشجع تركبه وتسيب عربياتها. الخبير المصري قال لي كمان يا جماعة ان الاصرار على تطبيق القانون بعد تخصيص حارات للنقل الجماعي ومواجهة المخالفين بالردع هيفتح باب نظام مواصلات محترم. ياريت المسؤولين اللي عندنا يبدأوا في تطبيق الفكرة دي، هتفرق معانا كتير. وأنا ببلغ الرسالة، ألا قد بلغت، اللهم فاشهد. منتظر آراءكم على صفحتنا على الفيسبوك كلمة ونص على الشرق الأوسط، وكان معاكم عمرو الليسي. وبكرة كلمة ونص كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني.